بسمع ان الناس كده بتقول ان فتوح بيتعبك جدا في الملعب. فتوح خالص. وحاول يقلدك انه يعمل شعره زيك وما عرفش، فده برضه عامل حساسيات ما بينكم. فتوح ده اكتر واحد بيسهل علينا الكوره في الملعب. امال ايه يا فتوح الكلام اللي احنا بنسمعه ده؟ حبيبي يا هيما، عامل ايه؟ الكوره في الحمد لله. اخبارك يا حبيبي؟ الكوره كله في تمام. سهله قوي ده. انا بسمع ان انت حاولت تعمل شعرك زيه وما نفعتش، فمبلل عليه شويه. فتوحة حبيبي يا دونجا، انا بقول له الكوره في رجلك سهله قوي. حبيبي يا دونجا، حبيبي اخويا، اخبارك يا فتوح؟ كله تمام زي الفل الحمد لله. والله انت عامل انا مش هقول لك بقى تقول ايه لدونجا، لانه دونجا الفتره اللي فاتت بصراحه ده هو اللي بيتكلم عنه، فانا عايزك تقول لي هو دونجا بيتعبك في ايه. لا دونجا والله انا بالعكس، انا بحب ادخل العب في النص الملعب اصلا عشان ابقى جنب دونجا بصراحه. هو بيسهل عليا ولعيب كبير وانا بحبه جدا، مش عشان انا بكلمه والله، هو انا بحب لعبه بصراحه دونجا. هو الفترة اللي فاتت كمان ما شاء الله. أقول لك بقى على حاجة، يعني ماتش الأهلي والزمالك اللي في نهائي كأس مصر، برغم إن الزمالك خسر، بس أنا بشوف إن دونجا كان نجم الماتش ده، يعني بعيد عن الفترة الجونين اللي كانوا في الآخر، بس دونجا من بداية من الماتش ده وما بعديه هو عامل أداء هايل مع الزمالك. دي حقيقة. لا وبالعكس، هو من أول ما جه بس إحنا كانت النتائج مش كانتش أحسن حاجة. أيوه. فعشان كده ما كانش باين بأحسن صورة، بس أول ما النتائج بقت كويسة باين، فهو يستاهل بصراحة. أنا بسمع مفيش حد جالي هنا عن أحمد حمدي وحسام عبد المجيد، مفيش حد اللي بيقول لي إن دونجا هو ده الفاكهة بتاعت المعسكر، يعني دونجا لو مش موجود إحنا المعسكر مظلم والفيش مشدودة والدنيا كحل. ما دونجا موجود إحنا بنضحك صح. ده انا من باخد اجازه ما ينفعش اروح في حته ولا اسافر بره غير لما دونجا يبقى معايا. بجد والله؟ اه والله. والله انا بشكر فتوح طبعا وبتمنى له السلامه عشان انقر رجله ده، احنا نفتقده الفتره الجايه بصراحه. فتوح من اللعيبه الكبيره جدا، من احسن باك ليفت في مصر طبعا، فانا بتمنى له يعني السلامه ان شاء الله. واي فتره فتوح ما بيكونش موجود معانا فيها في الملعب الموضوع بيبقى صعب. فتوح خبره تقيل، بيعرف ازاي يقف، هو انت بتحس بيه في الملعب، بس الكوره بجد في رجله سهله. وانا بقول له من خلالك يعني ربنا يشفيك حبيبي يا اخويا، وزي ما قلت لك يعني الله. فتوح ده بجد بجد احسن. طب تقييمك ليه لما لعب في نص الملعب؟ انا بس اقول له يا فتوح خش لعبنا كوره، انا ماليش دعوه بالموضوع، خش يا باشا انا هقف زيدوا كلكم وانا هقف ادافع لكم، انت خش لعبنا كوره من جوه بس. مختلف فتوح، بص الاجوان، مختلف فتوح ده كلام. يعني فتوح لعيب كوره، لعيب كوره كبير يعني. فتوح غير ان هو لعيب كوره كمان، فتوح شخصيه جميله جدا وشخصيه كبيره جدا في الملعب، كلنا بنستفاد من وقفته، بيتعامل مع اللعيبه الصغيره كويس جدا. فانا بقول له يعني هو عارف من غير ما اتكلم، ما اتفاجئتش لما اصروا لعيبه في نص الملعب؟ هو ما كانش، هو كان بيلعب لجوه. فهو دايما لما بيخش لجوه انا بزق بخليه هو اللي يلعبنا كوره ويلعب من تحت. لا طبعا ده انا بتمنى انه يخش لجوه. طب انت ما استغربتش يا فتوح؟ انا لا بالعكس، انا بحب اصلا ادخل نص الملعب. بجد والله؟ والله. انت تفتكر اللي كان بيعمل الحته دي وكان عبقري فيها مارسيلو مع الريال؟ طبعا ده حته ثانيه. كان بيعمل يعني بص، كان دي بالنسبه له زي يعني بص السكينه في الحلاوه. هو فعلا مارسيلو ده اكتر باك ليفت في حياتي انا بحبه طبعا. بجد والله؟ والله. طب طمنا على اصابتك يا فتوح، احنا عارفين ان هو سبين انكل قدامك قد ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله من اسبوعين لثلاثه ان شاء الله. صعب ماتش سيراميكا تلحقه؟ لا صعب ان شاء الله، ممكن اللي بعده باذن الله ابقى موجود ان شاء الله. لو ماتش الاهلي تبقى موجود؟ ماتش الاهلي اعتقد 25 صح كده؟ طبعا هربط ماتش الاهلي، بس لسه بدري ماتش الاهلي. لا لسه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله في ماتش الاهلي ان شاء الله. طب انت بقى بالنسبه للعيبه المنتخب ورسالتك ليهم ايه يا فتوح؟ رسالتي هم اللعيبه مركزه، وبنضمهم كابتن محمد صلاح طبعا. اللعبة ركزت وانا متفائل ان شاء الله ان احنا هنكسب الماتشين باذن الله ان شاء الله يا رب. الاجواء حلوه في المعسكر؟ طبعا طبعا. الناس خايفه ان نكون احنا مستسهلين شويه لقاء بوركينا؟ لا مش مستسهلين، الماتشين صعبين، الفرقتين فيهم كله يعني اغلبيتهم محترفين، وكابتن حسام فرجنا عليهم يعني كذا مره، لا عندهم عناصر كويسه والماتش مش هيبقى سهل، الماتشين مش هيبقوا سهلين، اللي هنا في القاهره وبوركينا برضو، الاثنين الماتشين صعبين. عايزك بقى قبل ما تقفل معانا تقول لنا دونجا اكتر لعيب بيعرف يقلده مين؟ دونجا بيقلد مين؟ دونجا بيقلد كل الناس. ايوه. لا اكتر واحد هو بيعرف يقلده، اكتر واحد
ممكن هو انا دونجا بشوفه بيقلدني وبيقلد عبد الله السعيد وبيقلد عمر جابر وشيكابالا، بيقلد كل الناس. طب احنا هخليه يقلدك دلوقتي بعد ما نقفل، انت اتفرج عليه بقى. ما اقدرش ما اقدرش يا توح. لا هو في الاوضه المغلقه بيقلدني. بره لا. فتوح نورت الدنيا حبيبي، والف مليون سلامه عليك. الله يسلمك يا حبيبي. حبيبي نورت الدنيا كلها حبيبي يا اخويا حبيبي.